السلام عليكم. في مثل مصري بيقول المكبوس مكبوس ولو علقه على راسه فانوس. للأسف المثل ده بينطبق على الناس اللي عندهم طول نظر. وأنا بفكر بحضر الحلقة، ده المثل اللي جه على دماغي. اللي عنده طول نظر للأسف قد يواجه مشاكل من هو طفل لحد ما يكبر. كل مرحلة من مراحل السن بتاعته قد يواجه فيه مشاكل، زي وهو صغير يعني وبيبي عنده سنتين ممكن يبقى عنده، حاول يكبر شوية يبقى فيه حتى النضارة بتاعته فيها مشاكل في عمايلها، خلاص بقى عنده 18 سنة حابب بقى يستغنى عن النضارة ويعيش حياته، والدكتور يقول له لا معدل نجاح طول النظر غير قصر النظر، والعملية ممكن يبقى فيها مشاكل وما تشوفش كويس أوي بعد العملية. خلاص ربنا كرمه وعمل بقى عملية أو ما عملش، بقى عنده 50 سنة مثلا ربنا يديله الصحة وجاله مية بيضة، بقى عمايلها صعبة، بقى عنده 60 سنة ممكن معرض أكتر إن هو يجيله مية زرقاء مغلقة، كوكتيل كده حاجات كتير مشاكل نتكلم فيها إن شاء الله. بس مادام جالك الفيديو ده اعمل لنا لايك واعمل لنا سبسكرايب للقناة عشان تشوف كل الفيديوهات بتاعتنا، ومستنيينكم بعد الفاصل. طول النظر من المشاكل اللي بتحصل، العيوب من عيوب الابصار اللي بتواجهها. طيب ايه هي وظيفه العين اساسا؟ وظيفه العين ان هي تشوف، تحت هاشتاج بديهيات العين وظيفتها ان هي تشوف. طيب بتشوف ازاي؟ بتشوف عن طريق ان احنا عندنا القرنيه الجزء الامامي وراء عدسه العين، ده بيهدفوا وظيفتهم ان هم يحطوا لي الصوره على الشبكيه على طول. الصوره بقى لو جت قدام الشبكيه ورا الشبكيه يبقى ساعتها في حاجه اسمها عيوب ابصار. طيب بصوره بسيطه، طيب اللي عنده طول نظر، عنده طول نظر الصوره بتاعته بتتكون وراء الشبكيه، عشان كده هو عشان يخليها تيجي على الشبكيه فهو بيبعد الحاجه، لذلك بيلاقي الحاجه البعيده، الحاجه البعيده بيشوفها كويس جدا. على عكس قصر النظر، قصر النظر بيشوف الحاجه الصوره بتسقط قدام الشبكيه فهو ما بيشوفهاش، فعايز يقرب، فبيقرب الحاجه من عينه فيقوم الحاجه دي تقع على الشبكيه فيشوفها كويس. طيب اللي عنده طول نظر بقى، معضله طول النظر ومشكله طول النظر. اللي عنده طول نظر ده ممكن يبقى بيبي مولود عنده سنتين وعنده مشكله، عنده طول نظر عالي فيجيب له حول. طيب الحول ده بيجي منين؟ بيجي ان في عضلات جوه العين مسؤول ان هي ممكن تقدر تعوض شويه جزء من طول النظر الموجود دي. العضله دي اسمها، العضلات دي حوالين عدسه العين، دي بتضغط على عدسه العين بتخلي العدسه تزود قوتها فتخليها تقدر تشوف الحاجه كويس، ودي عمليه اسمها عمليه التعويض. يعني دي حاجة كده بتتدخل لك انتوا يا جماعة انتوا عايزين تخلوا الطفل ده يشوف كويس، طيب انا هحل لكم المشكلة دي يا عم، وايه وانتوا عاملينها مشكلة لي وكده. فقد تتخيل ان ده حد كده بيتوجه انه بيتدخل في حياتك عشان يحلها، بالعكس بقى هو بيتدخل عشان ايه؟ يبوظها اكتر. يكون الطفل ده عنده مثلا 5 درجات طول نظر، عضلاته معوضة منهم 4 درجات، يجي عند الدكتور يكشف له على المقاس على الكمبيوتر، يلاقي الكمبيوتر مطلع له درجة واحدة وهو في الاساس عنده 5 درجات، بس عضلات عينه شغاله ان هي تعوض ال4 درجات دول. عند بعض الاطفال الموضوع ده بيعدي عادي، بس عضلات عينه شغاله على طول، في بعض فتره بيجي له ارهاق وصداع، لان عضلات العين دي المفروض ما تبقاش شغاله، تبقى شغاله بس وقت القرايه. وانا بقرا عضلات العين دي تضغط على عدسه العين بحيث ان احنا تخلينا نشوف الحاجات القريبه كويس. الطفل ده عنده طول نظر مش متصلح، فعضله العين اشتغلت بزياده واشتغلت وقت اطول من اللي هي بتشتغله في العادي، فبدا يجي له ارهاق في عضلات العين، بدا يجي له صداع. الدكتور يجي يعمل مقاس يلاقي المقاس طالع له درجه، يقول له يا ابني انت بتشتكي من ايه؟ انت عندك درجه واحده. هو في الاساس اصلا عنده 5 درجات مثلا بعمليه التعويض. فاحنا في الحل في الاطفال دول، الناس الصغيره اللي عندهم طول نظر او اي حد عنده طول نظر، احنا بنحط له قطره توسيع. القطره دي بتشل مؤقتا مفعول العضله دي، فيبين لي المقاس الحقيقي بتاع طول النظر بتاعه. طيب في بعض الاطفال بقى اللي هم العضلات دي بتبقى شغاله، العضله دي بتبقى شغاله، بتبدا تعمل حاجه اسمها حول انثي، او العين تحدف لجوه وتخش لجوه، لان العضله دي اساسا هي بتشتغل في الانسان الطبيعي لما يجي يقرا. لما انا اجي اقرا انا ماسك كتاب اهو بقرا، حضراتكم هتلاحظوا ان عينيا دخلت لجوه والعضله شغاله بحيث ان هي تخلي العين تعمل زوم على الحاجات القريبه. في بعض الناس بيبقى الاطفال دول بيبقى عندهم خلل في الميكانيزم ده او المشكله دي، تيجي العين عشان الطفل عايز يقرا فالعضلات دي بتشتغل، العضله دي بتضغط على عدسه العين تخليه يشوف الحاجه القريبه كويس، بس بيبقى متبوع معاها ان العين دي بتخش لجوه فيعمل له حاجه اسمها حول انثي. ده الحول الانثي نتيجه طول نظر. طيب
حلينا المشكلة دي وكبرنا شوية وعايزين نعمل نظارة بعد كده زي ما اتفقنا. أي طفل عنده طول نظر هتبقى عنده مشكلة في عمايل النظارة، إن هو محتاج إن هو يحط قطرة موسعة عشان تشيل مفعول العضلة. القطرة الموسعة دي طبعا بتعمل زلالة في الأطفال، وفي بعض الأطفال بتتضايق منها، بس طبعا لا غنى عنها. طيب يجي بقى الشخص، طيب بشر طيب عنده 18 سنة بقى عايز يستغنى عن النظارة بتاعته دي، يجي يعمل عمليات تصحيح الإبصاري. أغلب الناس عندهم قصار نظر، اكثر العمليات الناجحه هي عمليات قصر النظر. مريض طول النظر بقى ده بتبقى العمليه بتاعته صعبه شويه. صعبه ليه؟ انا هشرح لكم ببساطه جدا. القرنيه بتاعتنا اللي احنا شغالين عليها اللي الليزر بيقع عليها بتبقى بالشكل ده كده. القرنيه دي بتبقى في النص رفيعه في الطرف تخينه. عشان اصلح طول النظر بيتصلح في الاطراف، الاطراف دي تخينه. واحد يقول لي طب ما هي تخينه، طب كويس تستحمل التصحيح. اي نعم هتستحمل التصحيح، بس ساعات في بعض الحالات بتبقى القرنيه دي عشان سميكة شوية، فالليزر مش بيعلم فيها او مش بيؤدي للتصحيح من مرة واحدة، او التصحيح ما بيبقاش كامل. لذلك برضو نلاقي المرضى بتوع طول النظر في ناس كتير فيهم ما بيبقوش مرتاحين، وفي ناس كتير فيهم بيبقوا زعلانين مننا احنا دكاترة العيون، واحنا بنبقى مخضرين كده فعلا. بس يعني دي مش حاجة مش بايدينا، يعني نسبة ان طول النظر يتصلح من اول مرة اقل من الناس اللي عندهم قصر نظر. قصر نظر القرنيه في النص بتبقى رفيعه، بتمتص الليزر على طول، شكلها بيتغير فالنظر بيتحسن. طيب عند سن 50 سنه 60 سنه ممكن قدرا يعني يجي اللي عنده طول نظر ده يجي له ميه بيضاء. الميه البيضاء هتجي له هتبقى برضه صعبه في العمايل بتاعتها شويه، بالذات لو العين صغيره. طول النظر بيبقى ساعات معاه ان العين صغيره شويه، فالدكتور ما بيبقاش عارف يدخل الادوات بتاعته والالات جوه العين، فالعمليه بتبقى صعبه شويه. لذلك احنا بنقول للناس اللي عندهم طول نظر انتوا ناس نادرين شويه بس متعبين. وانا افتكر كان في دكاتره بيشرحوا لنا زمان بيقولوا لنا انا مريض طول النظر ده ما احبش ان انا اشوفه لا في نظاره ولا في تصحيح ولا في ميه بيضاء ولا اي حاجه، احبش اشوفه في عيادتي خالص لان هو بيبقى متعب شويه. طيب هل معنى كده ان احنا يعني الصوره قاتمه كده؟ لا، هو ان شاء الله الصوره مش قاتمه قوي كده، بس هي معتمده على القرنيه بتاعتك. وانا هحط لحضراتكم صوره مقاس احد مرضانا كان عندها طول نظر 8 درجات مصاحب ب4 درجات استجماتيزم في كل عين، يعني حوالي 12 درجه في كل عين. ده طبعا يعني انا اول ما بصيت كده قلت لا دي استحاله هتعمل يعني، بس احنا بعد ما عملنا الفحص بتاعها لقيناها كويس خالص وتقدر ان هي تتحمل. جربنا المقاسات لقينا المقاسات هتنفع لها ان شاء الله. النهارده انا شفتها بعد ما مر اكتر من شهر، لا الحمد لله شايفها 6 على 6. دي كده رساله امل يعني، ان شاء الله ما فيش مشكله. بس هو زي ما احنا وضحنا لكم ان طول النظر يعني عنده مشاكل كتير وهو انسان سيء الحظ شويه. طيب ان شاء الله نشوفكم في فيديوهات تانية. ما تنسوش تشتركوا في القناة بتاعتنا. انا دكتور محمد مودة، اسمه لأي تعليق بخصوص العيون حابين تعرفوه، واشوفه المرة الجاية ان شاء الله. مع السلامة.